اه بس انا رايي يعني مهاجمين الاهلي بشكل عام محتاجين يشتغلوا كتير على الجول، محتاجين يشتغلوا حاجات فرديه يعني. تمام، دي مش يعني الفرصه اللي ضاعها مروان، يعني دي فرصه مكرره الحقيقه، اتكررت قبل كده مع وليد ازارو، اتكررت قبل كده مع جيرالدو، اتكررت قبل كده مع جايي، اتكررت مع لعيبه مهاجمين كتير جدا في النادي الاهلي. احنا قلنا قبل المباراه يا اسلام يعني لازم ما تضيعش الفرص السهله قوي. تمام، اه النهارده اف سي مصر بتلعب اف سي مصر، لكن بكره تلعب الهلال في الهلال، مش يعني وارد ان لو اتيحت فرصه زي دي ما تتاحش مره تانية. بالظبط. تمام، هتلعب مع النجم الساحلي، وارد لا تتاح الفرص دي وتتاح اقل منها بكتير جدا. فبالتالي انا بوصل كويس قوي، لكن الترجمه اهم من الوصول. اه اوصل كويس، مطلوب بشكل كبير جدا انا اوصل يا كابتن، بنوصل صحيح. من كل النواحي كتير، لكن اترجم، مهم جدا ان انا اترجم. انا مش بلوم على مروان انه ضاع فرصه بهذا الشكل، لكن الوم عليه لو ضيع فرصه ثانيه بنفس الشكل. تمام، والوم عليه لو واحد زميله ضيع فرصه بنفس الشكل وهو راجع ضيعها ثاني، لان الطبيعي جدا انت لازم تتعلم من الاخطاء اللي بتحصل لك في الملعب. الحاجات دي مهمه جدا، وارد وحاجه جيده جدا بتحصل لاي مهاجم، اه وارد جدا وحاجه كويسه انك تضيع فرصه في ماتش انت سجلت فيه هدفين، حلو، هتتنسي. تمام، وهتبتدي تتعلم. ولكن بص، عمل اسيست هنا رائع الحقيقه لجونيور اجاهي. مروان مروان مميز جدا في مميز جدا يا اسلام في الحته دي، مميز جدا في الحاجات الصغيره، احضر كويس، اباصي كويس، عنده رؤيه حلوه كويسه. ولكن انا بحس برضو خد بالك في مهاجمين الاهلي بالذات يعني ودي المفروض انا يعني دي حاله غريبه الحقيقه انا بستغرب لها، اكتر فريق في الدوري مسجل اهداف ومهاجمين اكتر مهاجمين بيضيعوا اهداف. محتاج بس كل واحد يقف مع نفسه يسترجع ثقته بنفسه، مش اكتر من كده. تمام، ثقه بالنفس بس. الامكانيات موجوده، امكانياتهم موجوده، بدليل النهارده اهو مروان بيسجل هدفين. تمام، وليد ازارو السنه دي مسجل 3 4 اهداف في عدد مرات قليله، فبالتالي الامكانيات موجوده. هم محتاجين فقط لا غير ان هم يرجعوا ثقتهم بنفسهم، دي هتحصل لهم هم اللي يقدروا يكتسبوها، مش حد تاني. هم اللي يقدروا يرجعوا ثقتهم بنفسهم، مش حد تاني هيقدر يعملها، لان هو عنده الامكانيات وعنده القدرات. طالما انا عندي الامكانيات والقدرات لازم يا كابتن اؤمن بنفسي، لازم بكون مؤمن بنفسي فعلا ان انا اقدر في اي وقت من الاوقات ان انا اسجل، ما اخافش. وشغلتك ان انت لازم تجيب اجوان. انا وجهه نظري ان قوه الشخصيه، قوه شخصيه اللاعب هي اللي هتفرق كتير. تفرق كتير قوي، ممكن جدا. ما انت سموك احمد اجوان ليه؟ لانك في المنطقه دي كنت بتفكر ازاي تحرز اهداف، فبيحصل لك هدف ورا هدف ورا هدف ورا، خلاص خدت الاسم وخدت السمعه وخدت الثقه وخدت يعني هو يفكر سريعا يعني جدا. يعني كابتن الجول ده رائع جدا، الجول اللي سجله بدماغه ده طالع، التايمنج رائع جدا، الجامب عالي، التركيز كمان، التوجيه التوجيه كمان رائع جدا جدا بقوة. فالقدرات موجوده، انا لازم انا كمروان لازم انا ارجع الثقه لنفسي مش حد تاني. هو قال لك انا مع اسلام طبعا، اتفق معاه تماما اتفق معاه تماما. عندي رجلي في الملعب وثقه، وبعدين بيجي لي حاجات كتير قوي في الملعب. حضرتك سبع ثمان كور يعني كابتن، حضرتك بتلعب في النادي الاهلي. تمام، مروان يعني بيلعب في النادي، ازارو بيلعب في النادي الاهلي، انت الاول، ما عندكش اي ضغوطات من اي اتجاه، يجب عليك انك انت تسترجع او تستقوي بالنادي اللي انت فيه. انا قوه شخصيتي انا كلعيب دي حاجه منفرده، لكن برضو لازم استقوي بالنادي اللي انا فيه بامكانياته وقدراته باللعيبه المحيطه بيا. ان انا زي فرصه يا كابتن هتيجي، لا في فرصه ثانيه هتيجي، فاهم قصدي؟ يعني بلعب في النادي الاهلي، يعني الكلام ده ممكن وارد انه يحصل مع فرقه بتروح مره كل مباراه، فبالتالي هتبقى المره فيها 1000 مره 1000 مليون تفكير. انا عايزك تشوف يا بلال الجون ده، والناس كلها مبسوطه له كمان النهارده. طبعا الجون بتاع مروان اللي بالراس، شوف ربيعه كان بيعمل ايه. بص عايزه بس يتعدى.